تفاح 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 اليوم في المطبخ. قصص كل التفاح وقشرة وحطه في الماء. أولا أختار الصحن اللي بستعمله لهذا الطبق، وبعدين أقصص كمية تفاح كافية يعني جوبا إلى أن يمتلي الطبق تماما، يعني لأن بعدين الحين أنا بطبخ التفاح فبيقل مستوى بيصير أصغر يعني، فلازم يكون وهو فريش لازم يكون ممتلي. شوف شلون اللي فوق يعني. الحين بروحكم شو بنسويه. بعدين أحط قطع التفاح كلها في معان طبخ أنا بطبخهم الحين. الحين أخلي التفاح يطبخ على نار هادئة، أزيد له ثلاث أشياء: شوية ماي بس عشان ما يلصق، وأحط له قرفة، أنا أحب أحط وايد يعني. ف الحين بعد ما خلص تصوير بزيده شوي زياده، لان احلى شيء فيه بيكون طعم التفاح مع القرفه. ولازم اضيف له محلي، فممكن تحطون عسل، ممكن دبس تمر، انا احب احط ميبل سيرب اللي هو شراب القيقب، شيء محلي بس وهو ينطبخ. ونخلط الى ان يبدا يذوب كله، ينطبخ ويذوب. اخلط المكونات كلها مع بعض وبعدين اغطيه اخليه شوي يطبخ الى ان اسوي الاشياء الثانيه. الحين في الخلاط بحط الشوفان، بس من كمية الشوفان اللي حطيتها باخذ جزء ما ابي اخلطه، بوريكم ليش، عشان بعدين يتم بعضه ما مخلوط. اضيف له رشة ملح، ملح الهملايا الوردي، وطبعا القرفة، يعني انا لو وديش انا احط قرفة في كل شيء يصير طعم كل شيء ألذ. في ناس يحطون بعد جوز الطيب اذا حابين تحطون في الخلطة ممكن. بعد ما خلطت الشوفان بضيف له لوز ني ومحمص ولا مملح. وليش ما ضفت اللوز من البداية قبل لا أخلط؟ لأن بغيت أسوي الشوفان شوي مخلوط أكثر، بغيت أسوي كأنه بودرة عشان يصير كأنه دقيق. واللوز بخلطه الحين معاه بس ما بسوي كلش، يعني بخلي شوية كأنه فيه قطع عشان بعدين يصير في الطبخة لذيذ لما ينطبخ. فبعد ما خلطته تشوفون إنه صار شوية اللوز في قطع أكثر، طبعا الخيار راجع لكم، في ناس يحبونه شوي كرانشي أكثر، في ناس يحبون يخلونه مهروس كامل مع بعض. الحين بنزله كله هني عشان أضيف له المكونات الرطبة. أول شيء أضيف له الشوفان اللي خليته ما خلطته تتذكرون، بس عشان يكون في شوية قطع من الشوفان مو مخلوطة. وبعدين بضيف له الفانيلا، نقط الفانيلا طبعا، أو فانيلا طبيعي ممكن أيضا، وكل ما كان طبيعي أكثر كل ما أحسن، لأن بعض الفانيلا التجاري مو طبيعي ومو صحي الصراحة، فدوروكم شيء جودته زينة. وبعدها بضيف له زيت جوز الهند العضوي عشان بس يبدأ يتماسك شوية. طبعا كل مرة أضيف شيء أخلطه. وآخر شيء بضيف شيء محلي مرة ثانية، أنا بحط شراب القيقب اللي هو ميبل سيرب، في ناس يحطون عسل، في ناس يحطون دبس، مهم شيء محلي بس طبيعي طبعا، بدون سكر بدون أشياء غير مفيدة. ونخلط إلى أن يبدأ شوية يتماسك، يعني لما نبي يصير شوية استكي. وفي هذه اللحظة الحاسمة متابعين الكرام نذوق، نتذوق ونشوف، تحسين تبين تحطين أو أنت تحس تبي تحط شيء محلي زيادة، تحس قصرة حلا، تحسين قصرة زيت، تحسين ممتاز، تبين تحطين في قرفة زيادة، ذوقوا وشوفوا. هذه بيكون الطبقة الفوقية بنحطها على التفاح. نرجع للتفاح نشوف ايش صار فيه. روائح 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 جميلة جدا، التفاح مع القرفة، وتشوفون شلون صار صغير كأنه انكمش بدأ ينطبخ، فتشوفوا الكمية شلون يعني صارت كأنها نص. بس الحين نخليه مفتوح شوية لما يبدأ يجف شوية الماء اللي فيه، بعدين نضيفه للتقديم. أفرغ التفاح المطبوخ في المعونة اللي اخترتها، فتشوفون تتذكرون ساعة كان مالي المعونة، الحين شلون قليل صار، أقل بكثير. أوزعه في الصحن، كل ما أصور من فوق يضبب من الدخان اللي فيه، بس ريحته جدا جدا جميلة يعني، بس شوفوا الكمية شلون صارت أقل. والحين الطبقة اللي فوقها بحط الكرمبل اللي سويناه ساعة من الشوفان. الحين نرجع لخلطة الشوفان مالتنا، طبعا أحمي الفرن قبل عشان الحين أحط هذه الخلطة عليه وبعدين أدخلها في الفرن، فهذه أحلى وقت الصراحة. أنا أحب أحطها بيدي، بس ممكن تحطونها بالملعقة ولا كيفكم يعني، بأي شيء، المهم أنه يتوسع بشكل متساوي.
وايد صعب اني ما اكل واطبخ في نفس الوقت لانه لذيذ حتى بدون طبخ. لان اشوف المقادير اللي حطينا، المكونات اللي حطيناها كلها ما تحتاج طبخ يعني الصراحه، بس احنا بنطبخها عشان يصير طعمه شوي ألذ. فتشوفون ان امتلى طبقه سميكه، بس انا احب ان تكون طبقه الشوفان سميكه. الحين ادخله في الفرن، اكون حميت الفرن من قبل، احطه فيه الى ان يحمر من فوق شوي. طلعنا العروس من الفرن وريحة المطبخ كلها تفاح وقرفة، فشوف شوية احمرت من فوق، مو طبخ طبخ، عسى احمرار فقط. والآن اللحظة الحاسمة، بتشوفون الطبقة، طبقة الشوفان من فوق والتفاح يكون لين تحت. وما أقدر أتم أصور صراحة لأن بروح واكل واكل منها، ريحتها حلوة ما شاء الله. تفضلوا. الحلو فيها أنه يطلع التفاح لين وحالي طبعا سويت، ويطلع الشوفان واللوز هو الكرنشي، وطبعا طعم القرفة طاغي فجدا لذيذ. إذا عجبتكم هذه الحلقة لا تنسون تشتركون في القناة وتضغطون على زر الجرس عشان توصلكم الحلقات أول بأول. بالهنا والشفا.